أتناول في هذين الكتابين حالة عدم الاستقرار السياسي والمؤسسات في الجزائر لمدة 3 عقود على الأقل، كما أستعرض انعكاسات سلبية على العلاقات بين الجزائر والمغرب. أعتقد أن عدم الاستقرار السياسي والمؤسسات في هذا البلد المقرون بقبضة الجيش الحديدية على السلطة وتدخله السافر في شؤون سياسية وكذا في السياسة الخارجية، وعلى سبيل المثال انخراطه في النزاع في قضية الصحراء المغربية، يشكل عقبة خطيرة أمام تطبيع العلاقات بين البلدين وبناء وحدة دائمة ومستمرة. إن حالة عدم الاستقرار هذا يضر أيضا بمشروع بناء مغرب كبير موحد ويعمل على تشتيت طاقات وإمكانيات المغرب الكبير، إذا لم أقل أنه يشجع على تقسيم البلدان المغاربية وتجزئتها. من الواضح الآن أن الطغمة العسكرية لا تخدم مصالح الشعب الجزائري الذي يجبر على الوقوف في طوابير للحصول على حصصه من المواد الغذائية الأساسية، ويحرم من الماء الصالح للشرب على الرغم من ثروات هذا البلد الهائلة. ومن الطبيعي كذلك أن هذا لا يخدم المنطقة المغاربية. المجلس العسكري يخدم بالأحرى مصالح مبهمة وغامضة وأجندات استعمارية جديدة، بالإضافة إلى امتيازاته ومصالح ريعية كبرى. إن دمقرطة هذا البلد ديمقراطية حقيقية في الصيغة التي ارتأها الحراك الشعبي وشعب القبائل العظيم والجالية الجزائرية في الخارج تبقى في رأيي المتواضع المخرج الأمثل للشعب الجزائري للتخلص من السلطة الاستبدادية للجيش لأكثر من 3 عقود. جئنا اليوم إلى لنقدم هذا الكتاب الذي ألفه الصحفي والإعلامي المشهور السيد الطيب الدكار حول ما أسماه المغرب الجزائر الحضر المتبادل، يعني يحاول أن يعطينا فكرة حول تطور العلاقات بين المغرب والجزائر إلى أن وصلت إلى هذه الخلاصة التي خرج بها، يعني الحضر المتبادل لماذا وكيف وصلنا إلى هذه المرحلة. طبعا هذا الكتاب يحتوي على العديد من المعلومات وتفاصيل الأوضاع في الجزائر عندما كان السيد الدكار لمدة لا تقل عن 10 سنوات كمراسل ومسؤول عن مكتب المغرب العربي للأنباء في العاصمة الجزائرية على فترتين، اكتسب من خلالها تجربة ونظرة وتصور قريب للحقيقة حول تطور هذه العلاقات، وبالتالي قرر الكتاب كتابين مش واحد، هذا الذي سأقدمه أنا للمغرب والجزائر الحضر المتبادل، والثاني باللغة الفرنسية سيقدمه زميلي سفير علي عاشور. هذا هو موضوع تقديم الكتاب، سيطلع عليه الإخوان. أنا أشاطر ما جاء في هذا الكتاب في مجمله، ولكن كلنا نعرف بأن العلاقات مع جار الجزائر متأزمة منذ ما يقرب من 60 سنة، وذلك لعدة اعتبارات فصلها الكاتب في هذا الكتاب، والتي أوصلتنا إلى الحالة التي نعرفها اليوم.